ما نتحرمش منك يا باشا. ألف شكر، مع السلامة. قالك إيه؟ مخازن كلها فضيت، وأنزل أنا وأنت دلوقتي عشان نمضي أمر الاستلام. يعني ناوي تصدق وتعمل مشروع؟ ألا؟ دي جرى لعقلك حاجة يا ناني؟ دي مش فلوسنا، دي فلوس نسك اللي اشترينا بيها المخازن. يعني ما يلومني معاك إلا الشحططة، كأن الختم بتاعك اللي بتختم بيه. أيوة كانت الختم دي. قومي قومي، ما تضيعيش فرصة. قومي. أنا شايفة يا حبيبي إنك ابتديت تستغلي نسب الرشيدي كويس قوي. ولسه لما نخش في الغميق. بس لو الواد رمزي ده يسمع كلامي وينفذ اللي أقوله عليه، ناخد بنت الرشيدي وتبقى كملت. أوكي يلا. أنا جيت لك حسب الميعاد، يا ترى أنت جاهز؟ وعد الحر دين عليه. اتفضل يا أستاذ سامي، المقالات اللي اتكتبت عن مقتل أختك. تعبتك معايا يا حاتم. بس خلي بالك من الأنصاري، ما عندوش هزار في سمعته، وكان ممكن يسجن أبوك فعلا، أو على الأقل يتحكم عليه بتعويض ضخم. وأنا معقول برضو أتهم الأنصاري باشا؟ بعد اللي عمله مع ابويا المفروض اشكره. انا افضل كده، لما تكسب راجل كبير زي ده احسن لك، على الاقل ممكن تحجز لك وظيفه في مصنع بنته الجديد في 6 اكتوبر. مصنع؟ في اعلان في جريده النهارده عن وظائف باجور مغريه جدا، فكر وحاول تستفيد من الموقف. خليك ذكي، الحياه فرص. كده الهيكل الاداري تمام. المهم بقى الكفاءات اللي هتجبر الوظائف دي. امال انا اعلنت عن المسابقه ليه؟ عشان اختار اللي هيساعده. المسابقه دي للشباب الصغير اللي هيساعد في العمل الاداري، لكن مديرين العموم اللي بيتحملوا المسؤوليه ويوزع العمل ما بيتعينوش المسابقه. يعني تفتكر ان انا اتسرعت في الاعلان؟ اهو ده بقى قصدي، انا مش وقت هناء. ما انا هاخد الطلبات بعد 10 ايام. عارفه 10 ايام ده يعني ايه؟ يعني بعد خطوبتنا باسبوع. ده كلام يا رامي؟ يا رامي دي خطوبه مش شهر عسل. ما انا يا هناء لو سبتك تنشغلي بالمصنع ده دلوقتي مش هعرف اتلم عليكي بعد كده. استاذ رامي، انتاج المصنع بدا يملى المخازن، والافتتاح لازم يكون الشهر الجاي. دي شروط التوكيل يا رامي بيه. شركه فوستر بعت التهديد بسحب التوكيل لو ما اعلناش عن الافتتاح. طب انا ممكن اساعدك لو تحبي. متهيألي تخصص حضرتك في الالكترونيات وبس، مش كده؟ العمل الاداري كل واحد، اللي يبيع الكترونيات زي اللي يبيع شامبو. لعلمك يا رامي بيه، هناء كانت رافضه اي مساعده وقبلت مساعدتي انا بالعافيه. اعذرني يا رامي، انا عايزه لما انجح بمجهودي انا. اوكي كده بقى مفيش داعي ان انا اضيع وقتي اصلا. بس يا ريت حضرتك تبقي تفتكري وتحضري حفله خطوبتنا. سلام. ايه ده؟ واضح انه زعل. بصراحه يا عم جوهر خنقني. ما انت كمان يا هناء، من غير ما تزعلي مني، مش عايزك تزعلي مني، بس يعني كان كلامك قاسي قوي معاه. انا من ساعه ما وافقت على الخطوبه وهو لازقني، وكل همه ان احنا نقعد نحب في بعض. الراجل بيحبك يا هناء. وانا كمان معجبه بيه، وما انكرش انه كويس وفي مميزات كتير، بس يديني فرصة بقى أشم نفسي. خسارة. ليه وعلى إيه يا عم جوهر؟ خايف لا يزهق منك ويسيبك وتحطمي كل أمل أبوك. عيلة الرشيدي مش ممكن يقبلوا على ابنهم الوضع ده أبدا. البنت دي مش هتجيبها لبر ولا إيه؟ اسمع يا جوهر، هات لي البنت دي وتعالى حالا قبل المشكلة ما تكبر. اللي يلاقي دلع وما يتدلعش. مسألة ما تحتملش دلع يا نال. امال هي حطت شروطها ليه الا عشان تتدلع؟
مدام يا حبيبي مفيش مصالح تربطها برامي، ما تقدرش تضغط عليها لو قالت لا. لا، دي تبقى بتحلم. مجرد اعلان الخطوبة تبقى مسألة كرامة لا يمكن التهاون فيها، سواء بالنسبة لي او بالنسبة لرشيدي. تراهيني انها اول ما تيجي يا حبيبي هتقولك مش عايزة الخطوبة دي يا دادي؟ عم جوهر دي بتبقى خانقة. طوعيني باباكي هيزعل. أرجوك تروح تبلغه إن أنا خلاص صرفت نظر عن الخطوبة دي، أنا فعلا صرفت نظر. أمري لله. عن إذن حضرتك. اتفضلي يا ستي. يوه سيبوني في حالي بقى. نسيبك يعني ايه؟ ايه مالك؟ ما تتكلم، في ايه؟ مفيش يا ماما، متضايق شويه وخلاص. اتخانقت مع هناء؟ يوه من فضلك يا ماما، دي حاجه تخصني لوحدي. واحنا مش عايزين نتدخل، بس لازم تفهم ان باباك متضايق من الوضع ده. وفيها ايه يعني لما اقعد ساعه متضايق وخلاص؟ ساعه؟ ده انت من ساعه ما رجعت من المصنع وانت حابس نفسك كده. ايه يا ابني؟ الخطوبه فاضل عليها يومين، لو في حاجه قول لي نلحق نصلحها. الحاجة الوحيدة انها مش حاسة بيا، مش مقدر ان انا سايب شغلي ومصنعي عشان اديها فرصة تقرب مني. وهو ده اللي انا حذرتك منه، انك تحبها اكتر من حبها لك. يا ام دي عمرها ما حبت قبل كده، دي ما تعرفش يعني ايه حب. يبقى مفيش داعي تتسرع. يعني ايه؟ نيلي للخطوبة؟ اما نقرب منها بأني صفة؟ وهو اللي خلقها ما خلقش غيرها. يا سبحان الله يا امي. يا ابني انا خايفة عليك. يا امي دي ميزه في هناء مش عيب، مش احسن ما اتجوز واحده تخدع فيها وتكون بتحب حد تاني. يا خسارتك يا رومي وبهدلت الحب، يا خوفي لا تلعب بيك الكوره. هناء الو. ايوه هناء كويس. اسفه يا رومي، معلش كنت متوترة شوية بسبب المصنع. ايوه. خلاص خلصت كل كلامك؟ هو انا بكلمك اعتذر لك عشان تسمعني الكلام ده؟ انا اول مرة اعتذر لحد وده مش هيتكرر تاني، لاني حريصة ما اغلطش في حد عشان اعتذر له. اوكي يا رامي، انا مش راح المصنع بكره، ويا ريت تيجي عشان نشوف ترتيبات الفرح. رمزي موجود. اوكي باي باي. يا رب ارحمني بقى. مش معقول يا حبيبتي اهتمامك بالمصنع يخليك تضيعي خطيبك منك. يا داد ارجوك، انتوا دلوقتي في فتره الخطوبه، احلى فتره في العمر تزعليه فيها. يا دادا انا اعتذرت له عشان خاطر حضرتك، وانت عارف ان ده صعب عليا. ايوه بس المصنع مش اهم من خطيبك. لا اهم طبعا، انت عارف ان المصنع ده حلمي وحلم مامي الله يرحمها. انت قعدت تبني المصنع ده 4 سنين على ما خلصت انا جامعتي، عايزني كده بكل سهوله افرط في المصنع واضيع وقتي عشان كلمتين حب ما لهمش اي لازمه؟ انا ما قلتش افرطي في المصنع، المصنع مش هيطير، لكن خطيبك لازم يحس باهميته عندك. مش كفايه يا داد؟ مش كفايه بيقعد يقول لي كلام كتير قوي ما بحسش منه بولا كلمه واحده؟ لكن هو بيحبك، ودي اهم حاجه بتدور عليها اي بنت في الدنيا. يا ريت يدوم الحب ده، يا ريت.